مشتاق انا والعليم الله مشتاق انا والهوى جنوبي. يا شغف البطلة يلا عنا لف على اليمين لف على اليمين ركز 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 يمين يمين المشكلة درس ما قدراني ما نعمل هاي الحسابات يعني يلا ثلاثة أيام مرة يلا واحد لحظة شوي وقت يلا روح ساعته للقرن الثاني الميلادي يعني الحجار اللي من هون هيك من عند الأفلاسي الرمادي لهوني هدول أثار أو أساسات البرج الروماني شايفين شكل الدير مثل برج صافيتا هو كان موقع عسكري لأنه الرومان كانوا يراقبوا طريق الحرير اللي بيمرق بين خدمر والشام مرورا بالقريتين والناصرية جيرود نزولا إلى دمشق كانوا يراقبوا طريق الحرير من هالمكان طبعا اللي بيعيش هون كل السنة بيعرف انه في ذكاء كبير في اختيار الموقع سواء من ناحية الهواء خاصة والموضوع شروق الشمس وغروب الشمس لاحظ نحن كيف الشمس تنتقل يعني بالصيف تطلع اكثر هيك الشرق بيصير على يسارنا وبالشتاء يلا وسط هذا وسط وسط يلا روح هون صديق ليال يا الله مو معقول مو معقول وضاح ما صار ما صار رفيق وليد ما صار وين ربيع واجه واجه ولا طقطقه يلا واحد